المقهى العربي في الطفل. هي عمرانية لهذه المنطقة، وهذا المشروع اللي جا بناك شغل دخلنا به للجهوية وللعنصرية، لأنه كل أزقة هذه المنطقة خدمهم إلا هذا ثلاث زنق. أقدم الشطية القديمة هذه أم الشطية، أم الشطية هي اللي راهي تعاني من كلش، من التهميش، من الحاجة، من الإنارة، من الطرقان، من اي شيء صوالح. القناه والصرف الصحي درنا معاهم كارثه باه يفوتونا الصرف الصحي، المياه فان كذلك فان وسنا. نطالبوا بتهيئه الطرقات، يعني كيما سقموا الاحياء المقابله اللي مقابلتنا، رانا حابين يسقمونا الاحياء تاعنا كيما يلزم، يعني ماناش حابين يديرونا العنصريه والجهويه لداخل منطقه الشطيه القديمه. كل الطرق الداخليه مهيئه، الا ان هناك بعض الطرق او بعض الازقه الضيقه الموجوده في هذا الحي، رغم انهم استفادوا من التهيئه، يعني كاين طرق داخليه استفادوا منها اكثر من 300 متر او 400 متر، ونحن كذلك بصدد حساب ما تبقى من تهيئة هذه الطرق لزيادة هذه الأزقة إن أمكن زيادتها، بحيث لا يعني بغى المقاول يهيئ هذه الطرق لازم على الأقل العتاد يدخل في الطرق هذه.